بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر لمادة التربية الإسلامية. ها نحن نلتقي من جديد للحديث عن درس جديد من دروس التربية الإسلامية والمعنون رسائل النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والزعماء. نقول طلابي أن الله عز وجل بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، فقال الله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فقد عمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على تبليغ دعوته بدءا بأهله وعشيرته وأهل مكة عامة، ثم هاجر إلى المدينة المنورة لإكمال دعوته، وبعد صلح الحديبية الذي يعد نقطة تحول في تاريخ الدعوة الإسلامية، تفرغ رسول الله للدعوة الناس إلى الإسلام داخل الجزيرة العربية وخارجها. أما من الرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى ملوك والزعماء في عصره، إلى ملك البحرين، إلى النجاشي وكسرى وهرقل والمقوقس وغيرهم من الرسائل، سواء داخل المدينة أم خارجها. فعلى سبيل المثال نذكر هنا رسالته إلى ملك البحرين، إذ قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوي، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك إلى الإسلام فأسلم تسلم، ويجعل الله لك ما تحت يديك، واعلم أن ديني سيظهر، إلى آخر الحديث. وقد كان ملك البحرين عاقلا متزنا، إذ لم يمنعه ملكه من إعلان إسلامه، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا طلابي، من الرسائل التي أرسلها النبي خارج المدينة أو خارج الجزيرة، حيث بعث الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة برسالة إلى كسرى عظيم الفرس، إذ قال في نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله، فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً، ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. وما أن قرأ كسرى رسالة رسول الله حتى مزقها، فدعا عليه رسول الله بأن يمزق الله ملكه، وكان كسرى حين وصلته الرسالة قد كتب إلى عامله على اليمن يأمره بأن يبعث إليه رأس النبي، فبعث رجلين إلى النبي، ولما وصل النبي المدينة أخبرهما بما أتيا من أجله، وأن الله قد تعالى قد سلط على كسرى ابنه فقتله، وطلب إليهما أن يعودا إلى اليمن ويدعوان بإذنه إلى الإسلام، ويخبراه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه. هذا طلابي من الرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل وإلى الملوك وإلى الزعماء في عصره. أيضا طلابي، سيكون لنا لقاء مع عدة رسائل أخرى، ولكن هذا مجمل الحديث وعنوانه وموضوعاته الرئيسية. على أمل اللقاء بكم في الحصة القادمة بإذن الله عز وجل. شكرا، ودمتم برعاية الله وحفظه طلاب الأعزاء.